اهلا وسهلا بكم، مساكم الله بالخير. شكرا دائما لكل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في اهلا. نبدا اول مواضيع لهذا المساء من هم كبير الحقيقه، او موضوع مهم يهم كل السعوديين ايضا، وهو موضوع النفط وانخفاضه، لانه ينعكس انعكاسات كثيره على حياتنا. لازم نشوف وش الوضع الحالي ونستشرف المستقبل. يأتي مبرر الحديث بسبب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية السعودي عادل جبير، قوله قال طبعا أن المملكة لن تخفض انتاجها النفطي وسوف تحافظ على حصتها في السوق. يأتي ذلك بعد إعلان وزير النفط السعودي علي النعيمي اتفاق المملكة العربية السعودية مع عدة منتجين مثل روسيا وفنزويلا على تجميد انتاج الخام عند مستويات يناير الماضي. خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا الأعزاء. ما زال مكان وزمان الاجتماع القادم لكبار منتجي النفط في العالم بخصوص تجميد مستويات الانتاج غير محدد، ولكن القائمة تقلصت إلى 3 مدن وفترة زمنية محددة، مع مواصلة أسعار النفط الاقتراب من مستوى 40 دولار للبرميل بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط. وكانت المملكة وروسيا وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والمملكة. واشترطت الدول الأربع انضمام باقي المنتجين الكبار إليها حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. في نفس السياق أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة ستبقي على حصتها في سوق النفط، وأن فكرة خفض إنتاجها بينما تزيده الدول الأخرى فكرة غير واقعية. هذه التطورات المتلاحقة في السوق النفطية تأتي في ظل تراجع سعر خام برنت في كانون الثاني يناير الماضي إلى أدنى معدلاته الشهرية خلال السنوات العشر الماضية، مسجلاً 30.8 دولار، وبلغ متوسط سعر خام برنت 52 دولار العام الماضي في مقابل 99 دولاراً عام 2014. شكرا للزملاء على التقرير. الحديث عن حول هذا الموضوع معي في الاستوديو عضو مجلس الشورى السعودي والمحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه. اهلا وسهلا دكتور فهد. اهلا، شكرا لحضورك معنا. ماذا يعني اتفاق تجميد الانتاج النفط على مستويات يناير الماضي، وما يعني ما هي اسباب هذا التحالف، ان حقنا نقول تحالف، في تحالف طبعا القرار بين الدول الكبرى المصدره للنفط؟ أولاً علينا أن نفهم سياسة المملكة البترولية أو النفطية. المملكة تناقش وتسمع وتحاور أي منتج للنفط، وهذا من سياستها. فعندما تحاورت طلبت منها روسيا وفنزويلا في قطر لأنهم يحاولون يصلون لتجميد مستوى الإنتاج في جانوري، طبعا السعودية أنتجت ما يقارب، كان إنتاجها أكثر من 10 ملايين، تقريبا 10 ملايين و200 ألف. روسيا ما يقارب 10 ملايين 700 إلى 800 ألف برميل. يعني أن السعودية الحمد لله يعني حافظت على حصة مجزية من السوق. روسيا وصلت إلى الحد الأقصى، يعني السعودية ما زال عندها ما يقارب 2 مليون برميل طاقة إنتاجية، بينما روسيا هي وصلت الحد الأعلى. فعندما وصلت الأسعار البترول إلى 30، وهذه نقطة يسمونها الماليين ارتكاز، يعني النقطة هذه نقطة فاصلة، هي أجبرت روسيا وغيرها أن تأتي إلى الحوار وتناقش. ولكن الأهم أن هذا التجميد هو مجرد تجميد. أنا يعني أرى أن يكون تجميد حسب عوامل السوق، أما تخفيض فهذا ليس من صالح الاستراتيجية السعودية طويلة الأجل. طيب خلينا نفصل فيها لاحقا، لكن في نقطة لازم توقف عنها، ولعل يعني ما أدري هل هو يعتبر خبر سار للسعوديين ولا لا، وطبعا احنا نريد اليوم أن نبسط اللغة الاقتصادية للناس، لأنه هذا يدخل في قوت يومهم هذا الموضوع. نعم. يعني في وكالة بلومبرغ الشهيرة الأمريكية
قالت تحديدا أنه من الممكن أن يؤدي اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي إلى رفع إيرادات المملكة بمقدار مليار دولار شهريا، يعني بشكل آخر 12 مليار دولار سنويا. هل هذا يعتبر يعني من إيجابيات الاتفاق إن سرى التطبيق؟ مصلحة أو المصلحة الاقتصادية البترولية السعودية لا ينظر لها بمجرد يومين أو شهر. دائما الاستراتيجيات هي طويلة الأجل، فلا ننخدع في يوم يومين إن شاء الله حققنا 10 ملايين، قد نحقق في يوم خسارة 20 مليار. إذن ما هو المهم؟ المهم السياسة الواضحة المستقرة على المدى الطويل إن لم يكن المدى المتوسط. هناك منافسين في أسواق النفط، هناك منتجين تكاليفهم تتجاوز تكلفة السعودية يمكن 4 مرات، فعندما يرتفع السعر إلى مستويات فوق 50 احنا نعطيهم فرصة يستثمرون ما لديهم، وعندما ينتهي النفط من عندهم سوف يبدأون في بدائل الطاقة الأخرى الشمسية وغيرها، ثم تصبح أسعار النفط في نطاق محدود. ولذا علينا أن ندرك أن المصلحة العامة سواء للاقتصاد أو المواطن من النفط هي على المدى المتوسط والطويل وليس على المدى القصير. فهذه هي السياسة الواضحة، لأنك يمكن تتفاعل الأسعار مثل ما تفاعلت هذه الأيام وترتفع وبعد أيام تنخفض ثم تستمر في الانخفاض والتقلب، وهذا لا يخدم مصلحته. لكن عندما تعمل عوامل السوق العرض والطلب وتحدد السعر الأفضل ماذا يحدث؟ سوف يخرج من السوق اللي تكلفته عالية. وسوف تبقى السيطرة للسعودية من ناحية تلبية طلبات وحاجات عملائها. السعودية لها عملاء، فتصبح السعودية قادرة أنها تسد على الفجوة، هذه الفجوة بين الطلب والعرض عندما يتلاشى الفائض في السوق. الآن السوق فيه ما يقارب 1.5 مليون برميل يوميا فائض، ولدينا إيران رفع عنها الحظر وسوف يصل. لا بس خلينا على الملف الإيراني تحديدا، يعني كيف تشوف يعني الموقف الإيراني رغم التأييد يعني تأييدها لتجميد النفط يعني وتجميد الإنتاج، لكنه الحقيقة هذا ليس دليلا قاطعا أو يعني خلينا نقول أنه هي راح تجمد إنتاجها، لأنه ذكرهم على لسان وزير البترول الإيراني نصا من المضحك أن يطلب أحد من إيران تجميد إنتاجها. هل ممكن أن تأثر على هذا الاتفاق اللي صار؟ عندما ننظر لهذه الحالة ننظر إلى التاريخ، تاريخ إيران الإنتاجي وحتى تاريخ سوريا. هل عمرهم مثل روسيا هل عمرها خفضت الإنتاج؟ أبدا، كل ما تخفض لوبك الإنتاج روسيا تزيد إنتاجها. نفس الشيء إيران لم يلتزم بحصصه السوقية، لما كان لوبك لكل دولة لها حصص سوقية لم تلتزم ولن تلتزم إيران. فمعروف هناك اللي يسمونه يفرضون السعر، دول في حتى داخل الأوبك دائما تنتج عند أقصى حد ممكن وتدعم السعر الأعلى على حساب مين؟ على حساب المنتج الكبير وهو السعودية. هذا اللي حصل قبل 27 نوفمبر 2014، عندما تغيرت العوامل السوق وزاد المنتجين وأصبح إنتاج أمريكا كان في الماضي 5 مليون برميل في اليوم، الآن 9 مليون و100 ألف، والآن انخفض إنتاج أمريكا بما يقارب 400 ألف أو وسوف يصل أقل من أكثر من 500 ألف ينخفض. فهذه الدول تاريخيا لم تلتزم ولن تلتزم لا في الحاضر ولا في المستقبل. طيب أنت لما نتكلم تاريخيا لنا سنتين ولا يعني النفط في انخفاض، هل هذا الانخفاض راح يستمر؟ هل هي موجة وسيعود النفط؟ هل ممكن يعود إلى سابق عهده يعني قبل عامين؟ لا، وأنا أرى أن من المفروض لا يعود. هنا إحنا عملنا خطأ كبير في ال5 سنوات الماضية، إن إحنا سمحنا لسعر النفط يصل إلى 100 دولار. يعني لو لاحظت تاريخ بعض الدول متى بدأ إنتاجها يزيد؟ في 2011. فعندما يرتفع سعر النفط أنت تقول للمنتجين وخاصة الشركات وغيرها
الأبار اللي كانت غير اقتصادية الآن أصبحت اقتصادية، حتى لو تكلفتها 50 أنا أقدر أنتج وأبيعها 100، وهذا خطأ. تصور لو كانت الأسعار عند 70 بقيت عند 70-65 لما استطاع المنتجين ينتجون، لأن ليس اقتصادي لهم. لذا الأهم الآن، وأنا أرى يعني أسعار عند 45-50 في السنوات القادمة على الأقل 3-4 سنوات إن ممتاز لنا. طيب في انعكاسات راح تكون على الأسواق الأخرى، يعني مثلا على أسواق على البورصة السعودية، يعني فيما لو استمر وضع النفط بالوضع الحالي، أو ما لها علاقة؟ لا، أولا إحنا دائما ننظر إلى الإجمالي. هل إجمالي المنافع أعظم من التكاليف أو الخسارة اللي بتسبب في سوق الأسهم وغيره؟ إذا كان الإجمالي أكبر بكثير فإن هذه سياسة فعلا حكيمة. يعني ما في أي قرار يتغير إلا فيه منتفعين ومتضررين، لكن هل المنافع أكبر من الأضرار أم لا؟ هذا هو المقياس. أنا في نظرتي إن المنافع سوف تكون أعلى بكثير، وعندما تنخفض أرباح شركات معينة تدخل شركات أخرى وتعظم أرباح، ففي ميزانية. يعني الآن السعودية الآن هي تبحث عن تنويع الاقتصاد، وهو التركيز على المنتجات والخدمات الغير نفطية، وهذه فرصة لنا. لماذا دائما نعتمد الدولة على إيرادات 90% على النفط؟ لماذا لا يكون هناك إيرادات غير نفطية؟ يعني أنا أعطيك مثلا في المخالفات المرورية، المخالفات البلدية لو طبقت بصرامة كم يجي من دخل عليها؟ ليس فقط المقصود هنا دخل، وإنما أيضا سلامة المواطن، تخفيف تكاليف المستشفيات، وهذا معنى توفير سرير لكل مريض بدلا من حوادث السيارات. إذن علينا أن ننظر نظرة استراتيجية، ما هي المنافع، وهذا يسمونه تحليل المنافع والتكاليف، ما هي المنافع من هذا القرارات؟ لو الدولة تعرف أن هناك ليس لنا منافع من هذا القرار لما عملته. فبالتأكيد، ويعني مع خبرتنا في النفط وتحليل النفط، نعرف أن هذه الاستراتيجية ناجحة وسوف تخدمنا. إن لم يكن في السنوات الثلاث القادمة فإن سوف يكون على المدى الطويل. إحنا نبحث عن أسعار مستقرة، سوق مستقر، لأن الاستقرار هو عامل أساسي للتحرك. الآن اللي تشوف الآن من التجميل والاجتماع بعدين، هي أعتبرها مناورة. هذه المناورة ماذا تعمل؟ ترفع الأسعار يوم يومين ثلاثة أيام ثم تعود الأسعار، لأن عوامل السوق أصلا ما تغيرت. روسيا لم تخفض إنتاجها ولن تخفض إنتاجها. نعم. فاستقرار السوق هو العامل الأساسي للسعودية وكذلك للأسواق العالمية. فعندما تغيب صناعات أو شركات في يوم ما، يخرج أو تطلع لنا شركات جديدة، وهذه الحياة، هذا السوق. شركات تخسر وشركات تربح، السوق لن يكون على حالة مستدامة. يعني كل الشركات تربح وكل، لا، هذه تغيرات تحصل. والشركة التي لا تستطيع أن تتكيف وتتأقلم مع هذه التغيرات هي شركة فاشلة. دائما الشركات لابد أن يكون عندها خطة، يسمونها الخطة، خطة الطوارئ. عندما تتغير الظروف، مثلا على مثال، لو صدر غدا قانون جديد تنظيمي، كيف تتعامل مع هذا القانون الجديد؟ فإذا كانت هذه الشركات البتروكيميكال أو غيرها غير قادرة أن تتأقلم مع الحالة وأن ترفع كفاءتها الإنتاجية وأن تجد أسواق جديدة تخترقها وأن تنوع منتجاتها، فهي يعني شركة أصلا ليس لها قيمة مضافة، إلا إذا هي كانت فعلا قادرة أن ترفع كفاءتها وتزيد الإنتاجية الاقتصادية وتعظم الصادرات غير النفطية، ونعتبر البتروكيمياء غير النفطية، وهذا هو المعيار، المقياس الحقيقي. أنا أشكرك دكتور فهد الجمعال، المحلل الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السعودي، على حضورك معنا في أهلا، وإن شاء الله يعني أنه يعني لعل بداية تفاؤل يعني هذا الاجتماع وهذا الحديث للوزير الجبير. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.